السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رجوفنا. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. انظروا يا إخواني لهذا الرجل سبحان الله هو نعم هو أتى إلي هنا. مالك يوم الدين وياك نعبد وياك نستعين. ما شاء الله. يد الناس ذات والمتقين مرجعات والذين. الحمد لله عليهم. أيوه. يدون ما يسوق عليهم ولا أدوى. الله أكبر. انظر يا إخواني لهذا الرجل، رجل عبوس كما ترون. الحمد لله. حينما جلسنا هنا وأردنا أن نحفر بئرا. أمين. نعم. فهذا الرجل جالس بجواري. أمين. ولأول مرة في حياتي يرى رجلا أبيضا. أمين. يرى رجلا. أمين. أبيضا. أمين. فجلس بجواري يتكلم لغتي المحلية هنا. أمين. ماشي الشيوة. قلت له يعني أنا لا أتكلم هذه اللغة، يعني جبت أمين. أقول له محاولا بعض الكلمات البسيطة أمين. أني لا أتكلم هذه اللغة. أمين. هو لا يصدقني، لا يصدق أن هناك رجل لا يتكلم. كل الناس لأنهم يخرج من قريتي، كل الناس لا يتكلمون لله. إلا اللغة هذه. الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. سنجلالة. نعم. يعني سبحان الله يا إخواني حينما أمين. حينما سبحان الله نرى هؤلاء ونرى انظروا لهذا المسجد الذي أمامكم، مسجد مسجد من القش، وانظروا هذا الرجل سبحان الله لا يجيد إلا لغته المحلية ولكنه يحفظ الفاتحة هنا سبحان الله. هنا تستطيعون أن تذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. انظروا هذا الرجل الإفريقي وسبحان الله ونحن من بلاد العرب لا يجمعنا لا لون أمين. ولا جنس أمين. سبحان الله ولا أمين. ولا عرق كما يقال ولا لغة أمين. لكن يجمعنا لا إله إلا الله أمين. انظروا أمين. هو الأول مرة يرى نفسه وينظر في سبحان الله. نعم الأول ما ليس هناك مرآة، يعني الأول مرة يرى نفسه. الحمد لله. يرحمكم الله. وعليكم السلام. ويلكم يا الله بليسيو. فسبحان الله أتينا إليهم لنحفر بئرا. نعم ما شاء الله. ما شاء الله. شو ما شاء صار الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا إخواننا باقي هذا المسجد يعني الحمد لله رزقهم الله عز وجل بالبئر وسددنا حاجتهم الآدمية، بقيت حاجتهم الإسلامية، بقيت حاجتهم للمسجد حتى يصلوا فيه هؤلاء المسلمين وتكتمل فرحتهم بفضل الله عز وجل وبفضل إخواننا المسلمين حتى نبني هذا المسجد. والله يا إخواني يعني قصة كفاح هؤلاء الناس في حياتهم اليومية وأيضا في صلاتهم، هل كيف يصلي المسلمون في هذا المسجد؟ والله يا اخوانا انا مش عارف ادخل واقف في المسجد، حتى اذا دخلت انا يعني راسي في 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 سقف المسجد. انت متخيلين يا اخوانا يعني انا لو اطول قليل مش هعرف اصلي في المسجد، اصلي وانا قاعد. فاخوانا هذا حال والله كثير من اخوانكم المسلمين، ترون هذا هو المصلى الذي يصلي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة. فإخواننا الكرام بيت يصلى فيه لله عز وجل ويركع ويسجد فيه لله عز وجل، وغير ذلك أنه والله يا إخواني حائط صد والله ضد حملات التنصير وغيرها من الناس الذين يأتون ويريدون أن يدعوهم لغير الإسلام، لكن بالمسجد وبتعليم هؤلاء المسلمين والمسلمات في المسجد وبشيخ يكون في هذا المسجد والله يا إخواني يعني شيء يصد عن دين الله عز وجل. عندما يأتون هؤلاء يكون حائط والله وسد ضد حملات التي تأتي حتى تنحي هؤلاء المسلمين، يستغلون والله حاجتهم، يأتون يقولون إذا أردتم بئرا نصنع تعطونا أرض حتى نبني عليها كنيسة أو أي دور عبادة من أي ديانة غير الإسلام. يأبى هؤلاء المسلمون يقولون نشرب من الخفر
ولا نهتم ولكن نحافظ على ديننا. فما بالكم هؤلاء؟ والله يا أخوانا يعني هؤلاء الناس على جهلهم بهذا بالشريعة. هذه الدولة في دولة ملاوي وفي محافظة ماشينجا. هذه المحافظة فيها أكثر يعني من 99% مسلمين في كثير من القرى. من الأماكن بفضل الله عز وجل الإسلام فيها منذ عشرات السنين بفضل الله تعالى. وتخيلوا يعني قرية زي دي أخوانا 100% مسلمين، 100% مسلمين، والإسلام فيها منذ عشرات السنين، ومع ذلك هذا هو المسجد الذي يصلي فيه من عشرات السنين. الذي كما قلت لكم لم يرى رجلا أبيضا من قبل. وحينما أتى إلي شيخ مرتز يتكلم مع الشيشيوة، أنا لا أفهم الشيشيوة، أقول الشيشيوة آي يعني الشيشيوة لا نفهمها، لا أفهمها، لا والله لا يصدق يعني يتكلم ايضا الشيشيوة. نعم لا هو متكلم، العالم كله بيتكلم بيكلم الشيشيوة. نعم تمام. فبرضه بيكمل انا مش بفهم الشيشيوة. فظل هكذا سبحان الله. يعني هذا الرجل تصوروا، هذا الرجل في عمره هذا لم يصلي في المسجد الحقيقي غير هذا، لم يرى ماء نظيفا في قريته منذ اوله. تصوروا يا اخوان لعمر الله ما يفعله المسلمون حينما ناتي باموالك الى هؤلاء ونحفر لهم بئرا او ان شاء الله سنبني لهم مسجدا ان شاء الله من اهل الخير. هو مثل حي على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد. والله يعني هؤلاء انتم لا تعرفونهم وهم لا يعرفونكم، لا يعرفونكم، بل نحن لا نعرفهم الا في القريب العاجل حينما اردنا ان نساعدهم واتينا انا وانت شيخ مرتز هنا لنرفع واقعهم امام. فهنيئا لأهل الخير ولكم حديث رسول الله سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. انظر أدغال أدغال هذا المكان يا شيخ مرتز، أدغال داخل 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 أفريقيا. يعني قرية من صغيرة من جوار قرى سبحان الله وبلغ الإسلام ومسلمون 100%، لا يوجد ولا واحد على غير الإسلام. من عشرات السنين يصلوا في مسجد زي ده شيخ حسام، عشرات السنين هم مسلمين. جزاكم الله عنا خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم وكل من يشارك، وحتى ولو حتى بمشاركة هذا الفيديو حتى يصل لغيره فالدال على الخير كفاعله. جزاكم الله عنا خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.